السيد الرئيس كتعتقد باننا راضي على الوضعيه؟ انا ما راضيش عليها، ولكن ايوا خلينا غير نتناقشوا فيها، حنا غير كنجبدوا هذا الموضوع كتهجبوا، غير خلينا نقولوا راينا بحريه. خلينا نقول التوافق، ولكن التوافق باش نعطي راينا، ماشي التوافق هو رايكم، التوافق هو راينا كنا. ولاو انتم بوحدكم بغيتوا ديروا رايكم بلا توافق منا حنا. وانا من الديكتاتوريه الدينيه بغيتوا ديروها لينا، خليونا نسمعوا راينا، نسمعوا رايكم وغادي سمعوا لي. غير كنجبد الموضوع كيهجبوا، غير بشويه عليكم، راه ماشي بوحدكم كتملكوا الحقيقه، راه كنا كنملكوها. لذلك انا متفق معك هادشي اللي كتقول، ولكن انا وزير في دوله، وهذه الدوله فيها مؤسسات وفيها اجهزه وفيها اعلى سلطه وفيها عندنا تصورنا، ولكن راه كنسقوا على مستويات اخرى. حتى يجي الوقت وتطلب راينا غادي نعطيو راينا، ماشي غير هذه، كاين بزاف اللي كتكلموا عليها، الولايه والحضانه. علاش الولايه فوق الحضانه في حين الحضانه هي الاساس ديال اداره حياه الطفل؟ ولكن غادي يجي الوقت ونشوفوا. انا كنعطي رايي كشخص، ولكن حيت تطلبوا مني رايي كمؤسسه، انا موجود عندي رايي كمؤسسه، ولكن حيت يجي الوقت، حيت قال لي الوقت جيبوا لي الوقت. انا كنحترم التراتبيه، انت كتكلم على التراتبيه القانونيه، انا كنحترم التراتبيه القانونيه وكنحترم التراتبيه المؤسساتيه. شكرا.